اكدت الجهات الرقابيه والاشرافيه في البلاد على متانه الامن الغذائي في البلاد وتوفر السلع في الجمعيات التعاونيه بمختلف انواعها واشكالها. وتاتي جولات فريق منظوم الامن الغذائي التي شكلها مجلس الوزراء مؤخرا تاكيدا على متابعه الوضع الغذائي واتخاذ جميع الاجراءات الممكنه لتعزيز وحمايته. المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي. مخزون استراتيجي من المواد الغذائيه متين في الجمعيات التعاونيه على مستوى محافظات دوله الكويت فكل ما يحتاجه المواطن والمقيم من السلع الغذائيه والمواد التموينيه متوفره. لله الحمد المخزون الاستراتيجي في الدوله متين بموجب تجربه في الجمعيات التعاونيه تقريبا الاشياء الاساسيه اللي هم البقوليات والعيش والاصناف الكماليه من ست شهور الى سنه هذا جميع الاصناف في جميع الجمعيات كل جمعيه فيها مخزن تروح من 3000 الى 6000 متر يعني على سبيل المثال جمعيه فنطاس فيها مخزن اساسي 6000 متر فالوضع مطمئن لله الحمد من جميع الاصناف جميعها وافيه وراهيه الاصناف لله الحمد ومتنوعه بعد تنسيق مستمر بين اتحاد الجمعيات التعاونيه وجميع مراكز الجمعيات الرئيسيه وفروعها لتعزيز الامن الغذائي والمخزون من المواد الغذائيه لديها بالنسبه للمخزون الاستراتيجي انتم جربتوا ظروف كورونا كانت يعني المواني موقفه الدول تقريبا موقفه ومع ذلك لم يصع عندنا اي شح او اي قصور او اي نقص في اي منتج خاصه الاساسي فلا داعي لهلا الامور طيبه والوضع طيب وانتم شايفين يعني السوق متروس بزياده الكويت في مامن من الازمه الغذائيه بفضل من الله ومتانه المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائيه الذي تم تعزيزه بجهود مشتركه من الجهات المعنيه بالامن الغذائي ودعم الدوله لهم نواف شراكي تلفزيون دوله الكويت